خلاص يعني ده خلاص اللي راح راح يعني في الديجنريشن. ممكن اشتغل على الدي 2 ولو حتى مؤقتا، وانا في كلام ان لما ده يضيع ده هيضيع هو كمان، بس خلينا على قد ايه ان انا هشتغل مباشره على الدي 2. مش محتاج العصب ده في حاجه يعني، يعني مش لسه بقى هتحول من برو دراج اسمه ال دوبا عن طريق سنترال دوبا دي كربوكسيليز لدوبامين، لا. فدي ميزه. مش هيديني توكسيك ميتابولايت قبل ما نتكلم عنهم خالص، اه والله يعني بالبركه كده، مش هيديني توكسيك ميتابولايت بتاع الدوبامين، حلو. ما عنديش مشكله بتاعت الاكل دي، خناقه مع الامينو اسيدز والترانسبورتر ما عنديش. ما عنديش خناقه مع الثلاثه اوميثايل دوبا، ما عنديش من المشاكل المشهوره قوي بتاعت المجموعه او يعني ال دوبا مع الكاربي دوبا. ما عنديش فلكتويشن قوي، ودي برضو حاجه حلوه. ما عنديش فلكتويشن قوي بتاع ال دوبا اللي كان يعلى وينزل، ولما ينزل وير اوف واند اوف دوز، ما عنديش المشكله دي قوي، لان معظمهم سستيند ريليز، معظمهم بيبقوا على شكل الادويه اللي هي ممتده المفعول، اللي انا قلت لك تقريبا بيخلي مستوى الدواء في البلازما تقريبا ثابت. على عكس بقى الليفو دوبا ده لما كنا عاملين له الرسمه بتاعته يعلى ويقل وبعدين دوز ويعلى ويقل وهكذا. ففي مزايا كتيره جدا. يقال ان اكتر ميزه مهمه فيه بقى غير الحاجات الحلوه دي كمان، ان هو ما بيعملش ديسكاينيزيا قوي. يعني ال دوبا باعتبار يمكن ان هو ده هيديني دوبامين اللي هو الناتشرال ليجن بتاع الريسبتور، فده اكتر حاجه الريسبتور يستجيب ليها، الله اعلم. فميزه كمان ان هو ليس ديسكاينيزيا. يمكن طبعا حلو ما يكملش بقى يعمل لي مشاكل تانية بقى، يعني في كلام على سايكوتيك ديستربنس اعلى، في كلام على نوزيا وفوميتنج، يعني الحاجات اللي هي متوقعه ان شاء الله. طيب احنا بنقسمهم بقى المجموعه دي لحاجه اسمها ايرجولينز، اللي هم بين قوسين اقدر اسميهم ايرجوت الكالويد ديريفاتيفز. ايرجوت الكالويد ديريفاتيفز، الايرجوت الكالويد دول، هو الايرجوت طبعا كلكم فاكرينه من السنه اللي فاتت، ده بيبقى فطر فنجس بينمو بشكل كده بارازيتك على انواع مختلفه من الحبوب، الشعير ويمكن القمح، ولما بيلوث القمح والشعير والحاجات دي ويتعمل منهم خبز بعد كده ممكن يحصل منهم تسمم، هيبقى حاجه اسمها ايرجوتيزم كده، قصه يعني. كان في حاجه مميزه شويه كده في الايرجوت الكالويدز، شغلهم على الالفا 1، اهي بالمناسبه الالفا 1 موجوده اهي، شغلهم على الالفا 1 بتاعه البلاد فيسلز، كانوا بيشتغلوا نظريا يعني يتقال عليهم بارشال اجونست، بارشال اجونست على الالفا 1. عشان كده زمان كتبنا كانت حطاهم على الالفا بلوكرز، وبعدين فين وفين لما الناس اقتنعت ان دول مش الفا بلوكرز ما ينفعش يتحطوا يعني. فلما يتحط لما يشتغل كالفا 1 اجونست، ما هو البارشال اجونست كده اجونست وبعدين يقفل، بيعمل فازو كونستريكشن، وده بيعمل مشاكل بقى بالذات على الاطراف زي ما هنقول ان شاء الله دلوقتي. فتوقع دايما الارجولينز دول فيهم مشكله ليها علاقه بالبلاد فيسلز. مين هم بقى الارجوت الكالويد ديريفاتيفز؟ ده اسمه برومو كريبتين. برومو كريبتين ده سمعناه في علاج الاي سي تي اتش ديبندنت كوشنج، الحاجات اللي كانت بتقلل افراز الاي سي تي اتش فتقلل تصنيع الكورتيزول فتعالج الكوشنج. بالمناسبه انا بعت امبارح رساله كده قبل الفجر يعني، كان لها علاقه بقصه الكلوربرومازين ازاي بيقلل اي سي تي اتش مع ان دي 2 بلوكر، واحنا كنا قايلين الكابرجولين ده دي 2 اجونست والبرومو كريبتين زيه دي 2 اجونست برضه بيقللوا اي سي تي اتش، اللي يحب يبقى يسمعها يعني لانها عملت شويه قلق كده، المعلومات دي عملت مشكله شويه. عندكم حق طبعا، وانا توقعتها والله في الشرح بس ما اعرفش. المهم البرومو كريبتين والبيرجولايد دول الايرجوت ديريفاتيفز، دول بيقول لك عليهم ريرلي يوزد اولد وريرلي يوزد، اولد ادويه قديمه يعني وريرلي يوزد. المجموعه الثانيه اللي اسمها نون ايرجولينز او نون ايرجوت دايركت دي 2 اجونيستس، الادويه بقى الجديده شويه، دواء اسمه برامي بيكسول، اسامي انا عارف انها صعبه شويه، برامي بيكسول وروبينيرول، روبينيرول وروتيجوتين، ودواء اسمه ابومورفين. انت عارف المورفين صح؟ ده ابوه بقى يعني ابومورفين. دول بيشتغلوا كل بقى المجموعه دي الهدف منها دايركت ستيميليشن على الدي 2 في البيزل جانجلي. طيب البرامي بيكسول، عد بقى معايا كده الحاجات اللي انت هتحط تحتها خط مع البرامي بيكسول عشان ما تزعلش نفسك بعد كده في المذاكره والمراجعه. اول حاجه عرفتها فوق ان هو نون ايرجوت، حلوه دي خلاص. تاني حاجه
يعني انا الحقيقه يعني برضو ما لحقتش ادور كتير للامانه والله، بس المعلومه دي كانت بالنسبه لي غريبه شويه. هو مكتوب ان هو preferential affinity for the D2 receptors، بيحب الدي 3 اكتر. خلاص مش هتفرق كتير يعني، لان الدي 3 زي الدي 2 زي بعض الاثنين يعني. ما هي في عيله اسمها دي 2 فاميلي، العيله دي فيها رقم 2 و3 و4. طيب الحاجه الثانيه بس انت اكتبها على جنب كده، على جنب، انه بيتاخد اورال على شكل سستيند ريليس بريباريشن، وخلاص انت فهمت. طالما سستيند ريليس يبقى انت حليت مشكله الفلكتويشن، فما عندناش بقى قوي مشكله الايه الوير اوف والاون اوف والاند اوف دوز والحاجات الحلوه دي. طيب برضو اخر حاجه في الكاينتكس، غير انه بيتاخد اورال سستيند ريليس، انه معتمد تقريبا كله على انه ينزل في اليورين انشينجد، كله بينزل في اليورين تقريبا، مفيش هيباتيك ميتابوليزم، نازل بشكله الفعال. خلاص انت الجمله دي اول ما تسمعها في الدواء هتتوقع ان انت لازم تظبط جرعتك لو في مشاكل في وظائف الكلى، صح؟ والا مش هتعرف تتخلص منه فيعمل مشاكل توكسيك افكت. طيب يبقى ادي المعلومه رقم 3، يبقى هو نون ايرجوت، بيحب الدي 3 اكتر، وبيتاخد اورال سستيند ريليز، وبيبقى مفيش ميتابوليزم، وبينزل تقريبا في اليورين انشينج. عشان كده بقى النقطه نمره 2 في الكتاب بقت منطقيه، رينال انسفيشنسي مي نيسيسيتيت دوزج ادجستمنت. طبعا الكلام الانجليزي الفخيم ده بيبقى مستورد يعني، يعني ايه ادجست ذا دوز ان رينال انسفيشنسي؟ خلاص نيسيسيتيت بقى والحركات دي ماشي يعني، بس انت ظبط جرعتك لو في مشاكل في وظائف الكلى. طيب المعلومه اللي بعدها ان اكستندد ريليز، اكستندد ريليز وسستيند ريليز وكنترولد ريليز كلها بالنسبه لنا يعني حاجه واحده، ان يعني انت حاجات طويله المفعول دي طبعا فيها ميزه ثانيه غير ان انت بتظبط تمنع الفلكتويشن، ان انت بتحسن الكومبلاينس. فاكر ال دوبا المره اللي فاتت لما قلنا في الاول تلاقيه بياخده كل ثلاث مرات في اليوم او كل حتى 12 ساعه، وبعدين تلاقي مع الوقت بقى لما تظهر وير اوف والكلام ده تضطر تديه كل 4 ساعات، فالكومبلاينس هنا ممكن العيان ما يرضاش ياخده او يزهق او يطنش يعني. فلما يتاخد مره واحده في اليوم ده جميل جدا، هيبقى الكومبلاينس بتاع العيان ده تضمن ان هو ان شاء الله هياخد الدواء. يبقى هو اكستندد ريليس بريباريشن از ناو افيلبل اند از تيكن وانس ديلي. The extended release preparation is generally more convenient for patients. ماشي كلام جميل والله، يعني اريح للعيان and avoids fluctuation in blood levels of the drug over the day. خلاص الكلام ده تقريبا هينطبق على الكل. الكلام اللي اقصد بيه ايه بقى؟ انه هيتاخد مره واحده في اليوم، وان هو هيقلل الفلكتويشن، وان هو هيبقى الكومبلاينس احسن. ودي ميزه لما نقارن بقى مع الال دوبا والليفو دوبا دول. لا الليفو دوبا هو الال دوبا الحقيقه. استعماله في الباركنسونيزم، مفيش حاجه هنا تذكر خالص غير الباركنسونيزم، وكاتب بين قوسين جمله مش غريبه عليك، كلمه مونوثيرابي سمعناها يمكن من ايام الدايابيتس بقى، ان هو يتاخد لوحده in mild cases or in combination with ال دوبا. يعني ممكن يتاخد يعتمد عليه لوحده في الحالات اللي مش عنيفه قوي، لكن ممكن تحطه كمان مع ال دوبا كومباينيشن. يبقى انت بتشغل الدي 2 مباشره بالدواء بتاعك اللي هو زي البريمي بيكسول ده، وبطريقه غير مباشره من ال دوبا لما يتحول لدوبامين. اللي بعدها انا عايز ان شاء الله نخلص الايه المحاضره دي، هحاول ما اطولش فيها قوي عشان اديكم بس بريك كده تلموا الموضوع، لان المحاضرات بقت عنيفه شويه. الدواء رقم بي في الصفحه 84 اسمه روبينيرول. روبينيرول طيب هو كاتب طبعا في معلومه انت اوريدي خلاص استنتجتها، ان هو نان ايرجوت او نان ايرجولين، ماشي، ان هو بيور دي 2 ريسبتور اجونست، اهو كاتب نان ايرجولين جنبها اهو، يبقى هو بيشتغل على الدي 2، جميل. خلاص ما طبعا الباقي كله بيشتغل على الدي 2، هو بس جه في البرامي بيكسول قالك بيحب الدي 3 اكتر، والحب بقى والمشاعر دي ما نقدرش نتدخل فيها يعني. طيب اللي عايز بس اقوله لك انه بيتاخد اورال زي اللي فات، وبرده عباره عن اكستندد ريليز، فيتاخد مره واحده في اليوم، فما فيش عندي مشكله فلكتويشن، قللنا بقى الوير اوف والاون اوف والاند اوف دوز اكاينيزيا، والكومبلاينس اتحسن. خلاص طيب عايز بس والله حاجه صغيره جدا، اللي فات ده كان رينال صح، اخونا الروبينيرول واللي تحته الروتيجوتين دول هيباتيك، دول بيتكسروا بالهيباتيك مايكروزومال انزيمز، وبعد كده ينزلوا بقى ايه
في الستولز، في البايل، في اليورين، مش مشكله بقى، المهم ان هو بينزل متكسر. فدول ما لا خوف منهم لو في مشاكل في الكدني يعني. طيب المهم نقطة نمرة 2 في الروبينيرول، prolonged release preparation taken once daily is available. شكرا. استعماله نفس الجملة يعني، هو كوبي بيست بقى. باركنسونيزم استعماله سواء مونوثيرابي في الحالات البسيطة مايلد كيس اور كومباينيشن مع ال دوبا في الحالات الأعنف. الدواء الثالث الروتيجوتين. الروتيجوتين ده جديد ماشي، نيور ايجنت. بص بقى بيتاخد ازاي. delivered transdermal patches، بيتاخد على شكل لصقة تتحط على الجلد خلاص. وبرضو بقت كترت اول الادويه اللي ممكن تتاخد لصقات، يمكن احنا قلنا في يوم من الايام كده الاستروجين ممكن يتحط على شكل transderm، انا اقصد في الطب بقى كتير قوي. برضو الميزه اللي هنا ان هو بيبقى long duration، يعني ممكن اللزقه تتحط لعده ايام وبعدين نغيرها خلاص. يبقى خلي بالك ده بيتاخد ترانسديرمال باتش وهو نان ارجولين وبيكسر في الليفر، يبقى كيدني ليفر ليفر. ابروفد فور تريتمنت اوف ايرلي باركنسون ديزيز. بقيه الكلام بقى كلام لطيف قوي. بينيفيتس اند سايد افكتس ار سيميلر تو ذوز اوف اذر دوبامين اجونيستس. اسف يا جماعه. بات رياكشنز هو بقى عامل زي التاني، يعني عايز يقول لك ايه بقى، استعماله باركنسونيزم ممكن لوحده في الحالات المايلد وممكن مع ال دوب. اعراضه الجانبيه، ما هو هيشتغل على الدي 2 فتوقع المشاكل بتاعه الهالوسينيشن والمش عارف شويه ديسكاينيزيا ونوزيا وفومتنج كويس، بس هو معاه حاجه زياده بقى في الاعراض الجانبيه اللي هي اللوكال، لما بيتحط ممكن يعمل رياكشنز، ممكن يعمل زي اليرجيك رياكشنز في المكان اللي اتحط فيه. فكاتب كده reactions may also occur، طبعا غالبا بتبقى allergic يعني reactions at the application site في المكان اللي اتحط فيه اللزقه دي and are sometimes serious، احيانا بتبقى مشاكل يعني عنيفه شويه. اللي بعده اللي هو الابومورفين، احنا ان شاء الله هناخد قريب بقى، انا ما اعرفش احنا هنمشي بترتيب ايه، لان حد قال لي النهارده كان المفروض في الكليه يبداوا analgesics وبعدين مش عارف قالوا لا لسه، فهنشوف يعني لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله. هنسمع عن المورفين بشكل مفصل جدا. الابومورفين ده تأثيره كمسكن ده مشكوك في امره جدا، يعني مش هيجي ذكره كمسكن تقريبا خالص، عكس المورفين. المورفين اساس شغله التسكين الالم. امال ايه وظيفته بقى الابومورفين ده؟ ده بيشتغل very potent دي 2 اجونست، حاجه من الحاجات القويه جدا على الدي 2. طيب اشتغل على الدي 2 صلح لنا مشكله الباركنسونيزم كويس، واشتغل على الدي 2 في السي تي زد فعمل لنا من اسوا انواع النوزيا والفوميتنج، لدرجه ان هو كان ساعات بيتاخد عشان اعمل قيء، لو واحد عنده تسمم بدواء او باي ماده بلعها يعني انجستد يعني ممكن اديله ابومورفين بشرط يكون طبعا واعي مش في غيبوبه عشان اخليه يتقيأ خلاص. يبقى ده شغلته الاساسيه، هو بيتاخد سب كوتينيوس، امتصاصه من الجي اي تي يعني مش مشكله في الامتصاص بقدر ما هي ميتابوليزم جامد في الفيرست باس، المهم ان هو بيتاخد سب كوتينيوس خلاص. يبقى اول واحد البريمي بيكسول ده اتاخد اورال وسستيند ريليز، زيه الروبينيرول. الروتيجوتين الجديد شويه ده اتحط لزقه، الابومورفين اتحط او اتاخد على شكل سب كوتينيوس انجكشن. طيب بما انه قوي قوي كده كديته، فحضرتك توقع غير النوزيا والفوميتنج، توقع اعراض بتاعه السايكوزس بشكل عنيف، فهو لا يعطى الا للضروره القصوى رغم قوته الشديده. لكن هو انا ما اقدرش اعتمد عليه قوي برضه في العلاج، لان هو سبكيوتينيوس وانا اسهل لي ان انا اخد الدواء اورال او احطه على شكل لصقه الروتيجوتين الجديد ده. لكن الفكره مش بس في الروت، الفكره في الاعراض الجانبيه. فبيتاخد is sometimes used to control the off effect. الاوف ايه بقى؟ ان انا واخد دواء، واخد ال ال دوبا مع الكاربي دوبا بس مش شغال. ذا دراج از اوف، الجهاز مقفول صح؟ زي ما قلنا كده الدواء كانه جهاز كهربائي يعني. فبدي ساعتها جرعه تحت الجلد من الابومورفين عشان افك الاوف ده، الاوف ده بيبقى فيه اكاينيزيا العام بيبقى متصلب في مكانه يعني. خلاص مع ال ال دوبا. Because of its powerful emetic action، emetic هو اللي هو بيعمل
vomiting يعني. It must be combined with an oral anti-emetic drug. يعني أنا عايز أعمل إيه بقى؟ عايز أخليه يشتغل على الدي 2 في البيزل جانجليا وعايز أقفل الدي 2 في السي تي زد. يلا نرجع نفتكر كده. مين الأنتي-إيميتيك اللي هيتاخد في الحالة دي؟ هيبقى برضو الدومبريدون اللي بيقفل الدي 2 في السي تي زد من غير ما يعدي بلاد برين بارير. It has other serious adverse effects اللي هي بقى مشاكل الدي 2 بقى العنيفة mood وbehavior changes. Cardiac dysrhythmias مش غريبة. مش غريبة خالص لأن هو صح اللي احنا بنتكلم على دي 2 بره لكن جوه اسف سي ان اس لكن في بره اذر دوبامين ريسبتورز ممكن يشتغل عليهم ممكن يشتغل على البريفرال دوبامين ريسبتور سواء دي واحد او غيره وبرده قصه الفازو دايلاتيشن والهايبوتنشن والبوستورال ومشاكل الهارت كل ده ممكن يحصل عشان كده كاتب كاردياك ديسريثمياز وهايبوتنشن اند ات از او از ا لاست ريزورت اف اذر دراجز فيل الحل الاخير هو لاست ريزورت مش معناها منتجع يعني ريزورت لاست ريزورت هنا مقصود بيها اخر حل لو العيان بقى عمال يشتكي وجاله بيجي له بقى فريكوينت اوف افكت واند اوف دوز والحاجات دي ممكن تجرب بقى ايه مع العلاج بتاعه طبعا مستمر ليفودوبا مع كاربيدوبا تدي حقنه الابومورفين الدواء اللي بعد كده اللي هو البروموكريبتين انا بس هستاذنكم ايه هنعمل بوز قليل عشان اصلي يعني دوبك يعني نصلي كده ان شاء الله ونرجع نكمل الايه الجزء اللي بقى لنا ان شاء الله يعني هو احنا دلوقتي عندنا ساعه مش كده فيعني ان شاء الله ان شاء الله نخلص الجزء اللي بقى ده اقل من ساعه بس يعني ايه الصلاه خير من الفارما اكيد الدواء اللي جاي ان شاء الله يا حبايبي في المجموعه اللي سميناها الدايركت دي 2 اجونيستس هو دواء الحقيقه قديم واستخدامه قل يعني شويه على الاقل في الباركنسونيزم يعني لكن موجود بقى في الكتاب بشكل موسع يعني يعني هو مش هفخم فيه قوي يعني لكن عشان بس ايه نمشي بالسكيم المعتاد كده بقى لنا كتير ما مشيناش بالترتيب العادي في الفارما يعني البروموكريبتين ده دواء سينثيتيك الكيمياء بتاعته معلومه خلاص قلناها قبل كده هو واحد من مجموعه الارجوت الكالويد ديريفاتيفز فارماكوكينيتكس سهله قوي ويعني ما تشغلش بالك بيها قوي لانها مش مطلوبه بشكل مباشر لكن هو بيتاخد اورال والابزوربد في الديستريبيوشن بيعدي بلاد برين بارير وبيعدي بلاسنتال بارير وكلام كتير على الحمل ما هوش مؤذي يعني لكن ملناش دعوه بيه دلوقتي ماسك طبعا على بلازما بروتينز والفيد بتاعه بيكسر بالهيباتيك مايكروزومال انزيمز اشهر انزيم طبعا اللي هو يسموه السي واي بي 3A4 ده المهم يعني ان هو ميتابولايز باي هيباتيك مايكروزومال انزيمز وتلقائي كده اول ما تسمعها هتفكر ان هو لو في ماركت ليفر امبيرمنت او انسفيشنسي يبقى احنا نتجنب الدواء ده بعد ما بيكسر بتنزل ميتابولايتس سواء في اليورين او في البايل او غيره بالنسبه للفارماكوداينامكس الميكانيزم اوف اكشن بتاعه هو ليه اكثر من اكشن الحقيقه اللي يهمنا النهارده يمكن بشكل اساسي هو شغله كدايركت اجونست على الدي 2 ريسبتورز في البرين سواء بنتكلم بقى على البيزل جانجليا على الهايبوثالامس او غيره على الدي 1 بيشتغل كبارشال اجونست والدي 1 احنا اتفقنا ان هي موجوده مين لبريفيرال لما اشتغل كبارشال اجونست هيحصل تغيير كده في البلاد فيسلز مش كده لو اشتغلت الاول كاجونست يعني هيوسع البلاد فيسلز فممكن يحصل معايا مشكله الهايبوتنشن والبوستورال هايبوتنشن والكلام بتاع الريفلكس كاردييك ستيميليشن ده لو حصل انه وصل لدرجه ان هو يقفل الدي 2 الدي 1 اسف بريفرال اشتغل بقى كانتاجونست فممكن يحصل العكس يحصل شويه مشاكل برضو ليها علاقه بالبلاد فيسل كونستريكشن بالاضافه لان الارجوت الكالويدز بطبيعتهم لهم مشاكل شويه كده على البلاد فيسلز وعلى يعني انفلاماتوري ريسبونس ان شاء الله يجي ذكرهم دلوقتي في الاعراض الجانبيه. على الالفا واحد نفس القصه بيشتغل كبارشال اجونست الاول يشغل فيعمل فازو كونستريكشن وبعدين يوسع فتلاقي بقى هنا في لخبطه شويه بقى في تاثيره على البلاد فيسلز الدي واحد والالفا واحد ودي عكس دي فلو حصل اكشن معين اقدر افسره يعني لو لقيت ان في فازو كونستريكشن هقدر افسر ان الالفا واحد اشتغلت او ان هو قفل الدي واحد لقيت فازو دايلاتيشن يبقى افسرها على انها اكشن اجونست على الدي 1
طيب الاكشنز بقى اللي تهمك، ومنها ان شاء الله هنستنتج تقريبا كل الاستعمالات. هو بيشتغل على الدي 2 في البيزل جانجليا، فيعمل البالانس المطلوب مع الاسيتايل كولين، فيتاخد في علاج الباركنسونيزم. وزي ما قلنا كده المزايا اللي فيه ان هو ما فيش مشكله في الامتصاص مع البروتينز، مش محتاج ميتابولايزنج انزيم يحوله الى الشكل الاكتف على عكس ال دوبا، مش محتاج ادي معاه كاربي دوبا يحميه من البريفرال دوبا دي كاربوكسيليشن، ما فيش كومبيتيشن مع الثلاثة او ميثايل دوبا على الابتيك انتو ذا برين. التياف بتاعته اطول على فكره، التياف بتاعت ال دوبا الحاجات برضو اللي تفسر شويه الديوريشن بتاعه القصير، او يعني قصه الفلكتويشن التياف بتاعته قصيره قوي، يمكن توصل في بعض الكتب يقول لك 1 تو 2 اورز، يعني ده التياف بتاعته اطول، فتوقع ليس فلكتويشن ان دراج ريسبونس. مشكله بقى الوير اوف والاند اوف دوز اكاينيزيا والاون اوف اقل بكتير. وزي ما قلنا الحاجه اللي دايما نذكرها دايما مع المجموعه الدايركت ان هم اقل في احتمالات ان هم يعملوا ديسكاينيزيا، انه العيان يقلب منك من مشكله البرادي كاينيزيا لانه يعمل ابنورمال موفمنت زي ما قلنا بقى الكوريا والاثيتوزيس دول. طيب يبقى قدامه كده في الاستعمالات تريتمنت اوف باركنسونيزم، عايز تستخدمه لوحده ماشي، عايز تحطه مع التركيبه بتاعت ال دوبا كاربي دوبا صح ليه، القواعد العامه بتاعت المجموعه دي. هينهبت البرولاكتين وبالتالي هيعالج الهايبر برولاكتينيميا، سواء بنتكلم على جاينيكوماستيا وانفرتيليتي او امبوتنس في الرجاله، بنتكلم في الستات على جلاكتوريا وامينوريا، هيعالج كل المشاكل دي. هيعمل سبريشن اوف لاكتيشن غالبا مرتبط بانهبيشن يعني بتاع البرولاكتين، فممكن يتاخد في الستات اللي عايزه توقف الرضاعه لاي سبب طبي، يعني هتدخل عمليات، هتاخد ادويه ممكن تبقى مؤذيه على الطفل اثناء الرضاعه، حصل اي مشاكل لوكال في البريست ايا كان السبب يعني، فبيتاخد تو سبريس لاكتيشن. كان زمان بندي الاستروجين تو سبريس لاكتيشن، المجموعه الادويه دي اللي هي الدي 2 اجونست احسن من الاستروجين او اقل يعني في الاعراض الجانبيه، فاكرين بقى الاستروجين بالبلاوي السود اللي كان بيعملها. بيقلل الاي سي تي اتش، كل شويه يطلع لنا كده الاي سي تي اتش، فممكن يتاخد في علاج الاي سي تي اتش ديبندنت كوشنج. وبيقلل الجروث هرمون، فبيتاخد في علاج الاكروميجالي. معظم الاكشنز على فكره هايبوثالاميك وبيتويتري، يعني عشان ما نبقاش برضو ايه حددنا حاجه، يعني على الاكسس كده ما بين الهايبوثالاموس والبيتويتري. يبقى دي الاكشنز، وبالتالي عرفنا من خلالها الاستعمالات. لو جينا بصينا كده، انا نسيت النضاره في المسجد يعني، ان شاء الله نجيبها. البرومو كريبتين في صفحه 84 هو كاتب ان هو دايركت دوبامين دي 2 اجونست ودي 1 بارشال اجونست، ابزوربد اورالي، التياف بتاعته 7 ساعات. طبعا انا لا انصحك بحفظ ارقام خالص، بس هي الفكره التياف اطول بكتير من ال دوبا، ففكره ان الفلكتويشن دي متوقع انها تبقى اقل من ال دوبا. عرفنا بقى الجزء بتاع الكاينتكس ده خلاص على الماشي كده. هو كاتب على طول الاستعمالات، ما قالش اكشنز حتى يعني، بس بسيطه الاكشنز هي يعني والاستعمالات واحد يعني. كاتب ان هو يوزد ان باركنسونيزم سواء كمونوثيرابي او از اد اون تو سينيميت، يعني لوحده او مع السينيميت، والسينيميت كلكم فاكرين التركيبه بتاعه الليفو دوبا والكاربي دوبا، سواء بقى ال 25 مع 250 10 مع 100، المهم ان هي دي التركيبه بتاعه الاثنين سوا. هيقلل برولاكتين فيعالج الهايبر برولاكتينيميا زي الجالكتوريا امينوريا سيندروم في الستات، سبريس لاكتيشن وكاتب سيفر ذان استروجين، وكاتب اكروميجالي عشان بيقلل الجروث هرمون. وحضرتك لما ترجع بالكتاب او بالذاكره او باي حاجه هتلاقي ان هو كان مكتوب في الجزء بتاع الاي سي تي اتش ديبندنت كوشن، كان مكتوب كابرجولين باعتبار ان هو دواء يعني جديد ومور سيف، وكان كاتب حتى اظن وقتها من برومكريبتين مي بيوزد، او يعني جه ذكره وقتها. طيب المزايا بقى، ايه المزايا في هذا الدواء عن ال دوبا؟ والحقيقه هي اقدر اقول عليها المزايا مع اي دواء من اللي فاتوا يعني. Does not need synthesizing enzymes، يعني مش محتاج ان هو يتحول بالدوبا دي كاربوكسيليز لاكتيف ميتابولايت، هو دراج اكتيف على طول. More specific on D2 receptors، هو باعتبار برضو ان الدوبامين ده بتاع كل الدوبامينرجيك ريسبتورز دي 1 2 3 4 5 مش كده، بيقال ان ده مور سبيسيفيك على الدي 2. الهام ما بتفتش قوي لكن ماشي يعني. نو اكتيف ترانسبورت سيستم سواء في الجي اي تي
او سواء في الدخول للبرين، مش محتاجين اكتيف ترانسبورت سيستم، وبالتالي مفيش كومبيتيشن مع الامينو اسيدز اللي اخدتها في الاكل ولا مع التلاتة اوميثايل دوبا. طيب نو توكسيك اوكسيديتيف ميتابولايتس، دي نقطه حلوه برضو. هو لما بيتكسر بيتكسر في الليفر، وان اكتيف ميتابولايتس تنزل في البايل في الستولز في اليورين بالسلامه، لكن الدوبامين لما كان بيتصنع بقى في الدوبامينرجيك نيورونز وكان يتحول بالماو بي لدوباكو اتش 2 او 2 ورياكتيف اوكسجين سبيشيز، كانت هي نفسها نيوروتوكسيك، ده ما بيديش توكسيك ميتابولايت. لونجر تي هاف، وبالتالي ليس فلكتويشن ان ريسبونس، في معظم الكتب هذه هي الميزه الاساسيه. انا حطيت من عندي حاجه ان شاء الله تطلع صح، يعني انه بيعمل ليس ديسكاينيزيا زيه زي الباقيين كلهم، اقل في الديسكاينيزيا في الابنورمال انفولنتري موفمنتس عن ال دوبا كاربي دوبا كومباينيشن. Uses of direct dopamine agonists in Parkinsonism، هو يعني كلام مكرر ان شاء الله. هو كاتب انا بقى بصعوبه شويه بقى فما يعني سامحوني. First line therapy for Parkinsonism، بدايه العلاج بيهم يعني في الباركنسونيزم. And their use is associated with a lower incidence of the response fluctuation، برضو ميزه لسه قايلها حالا، اقل في الاون اوف والوير اوف والحاجات دي، واقل في الديسكاينيزيا that occur with long term levodopa therapy. Dopamine agonists may also be given to patients with Parkinsonism who are taking L-dopa اللي قالك عليها add-on مش كده، and who have end of dose echinesia or on-off phenomena. يعني لوحدهم ما بيعملوش end of dose وon-off والحاجات دي. طب ال L-dopa بديه مع L-dopa carbidopa وبدأ يحصل من هذه الدواء wear off وon off وبتاع، لو اديت معاهم لو اضفت اليهم مجموعه الدايركت هيبقى احتمال الوير اوف والاون اوف اقل. ار بيكامينج ريزيستنت تو تريتمنت وذ الليفودوبا، لو العيان بقى خلاص ما عدتش الليفودوبا بتجيب نتيجه، وده طبعا هيجي وقت من الاوقات هيحصل كده يعني عشان البروجريسيف ديجنريشن اللي بيحصل في خلايا العصبيه بتاعه الدوبامين. لوور ذا دوز اوف ليفودوبا، يعني انت لما هتدي بقى مع الليفودوبا مش هتحتاج تدي جرعات كبيره من الليفودوبا. يعني كلام تقريبا مكرر الحته بتاعت اليوزز دي، خلاص يعني لو انت فهمت فكره الادويه مشي حالك بقى في الجزء ده. العيوب هتلاقي برضو احنا بنتكلم الى حد كبير قوي عن العيوب المشهوره بتاعه الدوبامينرجيك اجونست او ال دوبا مع الكاربي دوبا. يعني عندي مشكله جي اي تي، انوركسيا ونوزيا وفوميتنج وديسبيبسيا، مشاكل في الهضم ويمكن كمان السر موصوفه، يبقى ده مكرر. عندي مشكلة الابنورمال موفمنتس، صحيح اقل شوية لكن موجودة، ديسكاينيزيا واشكالها بقى المتعددة، الكورية والاتيتوزس، وعندي مشكلة السايكوتيك ديستربنس، هالوسينيشن وديليوجنز والبرسوناليتي تشينجز والحاجات دي موصوفة. خلاص؟ فدول متوقعين. مشاكل بقى بتاعت البلاد فيسلز والهارت والبلاد بريشر برضو ممكن تحصل. تتكلم على دوبامينرجيك اجونست ولو حتى في البداية على الدي 1، فممكن فازو دايلاتيشن وهايبوتنشن وبوستورال وريفلكس، بالاضافه بقى لحاجات سبيسيفيك ان شاء الله هنقولها ان شاء الله دلوقتي مع بعض. هو كاتب في الجي اي تي في اول عيب، كاتب انوركسيا ونوزيا وفوميتنج، غالبا ده كله سبب الدي 2 ستيميليشن كان بين مينيمايزد باي تيكينج ذا ميديكيشن وذ ميلز. هنا بقى ما عندناش مشكله تفاعل مع الاكل ولا بروتين ولا حاجه، فاقدر اديهم مع الاكل. constipation مش بالضروره لها تفسير يا حبايبي، عشان برضو الناس ايه ما تبقاش فاهم ان كل حاجه في الفارما لها علاقه بالميكانيزم او لها علاقه بتفسير منطقي. يعني dyspepsia اللي هي صعوبه الهضم او عدم الهضم يعني بشكل كويس، and bleeding from peptic ulceration. الكارديفاسكولار بقى لما نقلب ان شاء الله الصفحه، هي ما كاتب كارديفاسكولار ومكمل بعد كده في صفحه 85، كاتب postural hypotension may occur particularly at the initiation of therapy. اظن ماشي الحال، شغل الدي واحد. طبعا الناس هتقول لي الفا واحد بقى وفازو كونستريكشن، هي افينيتي، هي عمليه ايه مرتبط بانهي ريسبتور اكتر. حاجات في الفارما المتعارضه دي الناس كانت بتزعل منها قوي والله زمان، ونقعد بعد المحاضره بقى الناس ايه تتخانق معايا كان انا اللي مؤلف الفارما يعني، وتزعل قوي لما اقول لها تفسير مش مقتنعين بيه. بالذات كلمه افينيتي دي، كان في حد من بناتي العزيزات يعني
كل ما كنت اتزنق في حاجه اقول لها افينيتي فهي تنزعج. المهم شغلت الدي واحد فعملنا فازو دايلاتيشن، فتوقع معاه في الاول يحصل الهايبوتنشن ده والبوستير الهايبوتنشن. اللي بعدها بينلس ديجيتال فازو سبازم، بينلس مفيش وجع، ديجيتال مقصود بالديجيتس اللي هي اصابع القدم، هي بتحصل في الاصابع، بيقال انها بتحصل في الـ الديجيتس اقصد يعني صوابع الرجلين، هي توز وفينجرز يعني، بس ديجيتس مقصود بيها الصوابع عموما، لكن بتحصل كتير قوي في اصابع القدمين، يحصل نوع من السبازم فازو سبازم، فازو كونستريكشن جامد في البلاد فيسلز اللي هي السبلاينج للصوابع. از ا دوز ريليتد كومبليكيشن، ما لها علاقه بالجرعات ولها علاقه باللونج تيرم تريتمنت، مرتبطه بكونهم ارجوت الكالويدز. خلاص يعني في النون ارجوت لم تذكر هذه المعلومه ومش موجوده، مش موجود السايد افكت ده، لكن في الارجوت الكالويدز لا، في علاقه ما بينهم. هل هم بقى عشان فكره الالفا 1 ستيميليشن اللي بتحصل في الاول؟ جايز، لكن دي حاجه كومن مع اي دواء يتقال عليه ارجوت ديريفاتيف. خلاص يبقى ما فيش وجع، يعني الحقيقه يعني برضو عشان ما اخبيش عليك، هو السبازم الجامد ده ممكن الاسكيميا تعمل وجع، بس خلاص مش هنختلف بقى. بينلس ديجيتال فازو سبازم بيحصل مع مجموعه الارجوت ديريفاتيفز اللي هم البروموكريبتين والبيرجولايد، جرعات كبيره واستخدامهم فترات طويله وسببه ان هم ارجوت ديريفاتيفز. على الهارت ممكن يحصل المشاكل المتوقعه برضو نفس الفكره، وسعنا بلاد فيسلز، هايبوتنشن، ريفلكس تاكيكارديا، الدي 1 اشتغلت يمكن على الهارت عملت لي مشاكل تاكيكارديا واريثميا وانجينا، وقايل لك بين قوسين ان انديكيشن فور ديسكونتينيويشن او ديسكونتينيوينج تريتمنت، لو ظهرت مشاكل اريثميا جامده يبقى انت يستحسن توقف الدواء. كاردياك فالفيليوباثي يعني كلمه صعبه شويه، بس هو بيعمل نوع من الباثولوجيكال افكت على الصمامات بتاعه القلب، سهله يعني، طبعا مرتبطه بدوز ومرتبطه بديوريشن، عيان الباركنسونيزم ده ممكن يقعد طول عمره لو هو مستجيب للبروموكريبت مثلا زمان يكمل عليه، فلقوا ان في احتماليه وبرضه تفسيراتها لها علاقه بفايبروزس وحاجات زي كده، بس المهم ان هو بيحصل عنده باثولوجيكال تشينجز على مستوى الصمامات بتاعه القلب ايا كان بقى، تتكلم على ميترال ترايكاسبيد اورتيك زي ما يشوف يعني زي ما يحصل. مي اوكير وذ بيرجولايد، كانوا يعني هو طبعا بروموكريبتين وبيرجولايد يعني، بس كانوا فاكرين برضو زمان انها مرتبطه اكتر بالارجوت الكالويدز، لقوها انها حصلت مع ادويه اخرى، مش مهم بقى، المهم ان هي ايه مشكله بتحصل لها علاقه غالبا بكونهم ارجوت الكالويدز. في سايد افكت، بس ما نكمل اقول لك بقى، عايز تزوده تزوده، مش عايز مش مهم. السي ان اس ممكن يحصل ديسكاينيزيا، واتفقنا انها اقل من ال دوبا. منتال ديستربنسز اللي هي السايكوتيك ديستربنس بقى، مشاكل الهالوسينيشن والديليوجنز والسيكشوال ابريشن والحاجات دي، ويقال انها اكتر من ال دوبا كمان. الاريثرومايالجيا، اريثرومايالجيا برضو لو جينا كده فككناها من بعض الكلمه الصعبه دي، هتلاقي اريثرو دي معناها احمرار، صح؟ احمر يعني، ومايا او مايو دي معناها عضلات، والجيا دي لوحدها ان شاء الله معناها بين، فهو عباره عن مشكله بتحصل غالبا في المسلز، بتحصل غالبا برضو في الرجلين على فكره اكتر، او ساعات في الايدين طبعا. اللي بيبقى فيه احمرار، تبص تلاقي الايد كده احمرت وفيها سويلنج وفيها تندرنس وفيها بين. الشكل اللي انا قلته لك ده شكل انفلاميشن، صح؟ سويلنج وهوتنس وتندرنس وبين ولوس اوف موفمنت، ده شكل انفلاماتوري رياكشن، فده غالبا انفلاماتوري رياكشن. خلاص غالبا انفلاماتوري رياكشن، في بعض الكتب يسموها اريثروميلالجيا مش مايالجيا، يعني انها مش شرط تبقى في المسلز يعني، يسموها اريثروميلالجيا ايا كان بقى، هي عباره عن اللي انا قلته لك ده، تلاقي الصوابع الايدين او الايدين عموما والقدمين فيهم نفس الشكل ده، ورمه ومحمر قوي، وتلاقي يعني يقول لك حاسس انها بتطلع نار، ده غالبا انفلاماتوري رياكشن ريليتد بقى لكونهم ارجوت غالبا. هو كاتب حتى بين قوسين اهو سوولن ريد هوت اند تندر فيت، فيت وهاندز بصراحه. العيب اللي انا يعني هزوده لك بقى وخلاص، وانت لو مش عايز تعرفه خلاص، مجموعه الارجوت ديريفاتيفز دول
دايما اسوشيتد كده بهايبر فايبروزس، يعني زياده قوي في تكوين الفايبرس تيشو. فبيعملوا حاجه مشكله كده يسموها ريترو بيريتونيال فايبروزس، يعني يعملوا فايبروزس في البوستيريور بيريتونيوم. كويس، دي بقى مشكلتها على المدى البعيد. انت عارف يعني اليوريتر ماشي ورا كده، ده البوستيريور بيريتونيوم اهو، انت بتبص من قدام كده خلاص، واليوريتر ماشي ورا كده. لما بيحصل فايبروزس في البوستيريور بيريتونيوم من الناحيه دي بقى، انا قلت لك كده اهو من الناحيه دي حصل فايبروزس، فاليوريتر بيتخنق فيحصل باك بريشر على الكدني، فتلاقي العيان يجي له رينال فيلير لو الدواء ده استخدم فترات طويله. بيحصل منهم مشكله يمكن اسوأ، بالمونري فايبروزس. في طبعا ناس بتقول غير البروتينيوم ساعات بيحصل بريكارديال فايبروزس، بلورال فايبرو، يعني في بقى فايبروتيك تشينجز مشهوره قوي. ويقال برضو ان مشكله الصمامات بتاعه القلب اللي سميناها فالفيوباثي ده ممكن تكون ريليتد للفايبروزس السريع او العالي ده. فده يعني للي يحب يزوده، لان هو الحقيقه من الحاجات اللي دايما تتقال مع البروموكريبتين في الاثار الجانبيه. كونترا انديكيشنز هتلاقيها هي الحقيقه، يعني سايكيك إلنس زي ما قلنا مع الال دوبا، بيبتيك ألسر زي ما قلنا مع الال دوبا، الحاجات المشهوره يعني، كاردياك اريثميس طبعا، ده هو قال لك فوق، قال لك ده ممكن يخليك توقف الدواء، فطبعا في الكونترا انديكيشنز لازم تقول ان هو ممكن يبقى عنده مشكله كاردياك اريثميس. البي في دي ده كلكم فاكرين هي اختصار بريفرال فاسكولار ديسيز، هو اصلا العيان ده بطبيعته عنده نوع من الضيق في شرايين الاطراف، الشرايين الطرفيه بتبقى دايما ضيقه، والبلاد فلو للاطراف للصوابع سواء الايدين او الرجلين ضعيف، فتلاقيه في الشتاء بقى يشتكي بوجع جامد، وممكن تنميل، وممكن تلاقي ايده تزرق، وبعدين يحصل نوع من الرياكشن كده فتحمر، ويحصل ساعات نيكروتيك تشينجز. انت لو بتدي بقى ساعتها مجموعه الارجوت انت بتعمل مشكله كبيره، انك ممكن تعرض العين لفازوسبازم. مش هو قال لك في الاول ديجيتال فازوسبازم وقلت لك ده الفا واحد، ولا لما اتقفل الدي واحد ممكن تحصل. فممنوع يتاخد في البريفرال فاسكولار ديسيز، لانه ممكن يعمل مور اسكيميا بالافكت بتاعه على البلاد فيسلز. يبقى دي الاربع حاجات المشهورين يعني بتوع الكونترا انديكيشنز بتوع الدايركت. الدواء تقريبا يعتبر الاخير بقى اللي هو الامانتادين. انا نفسي نخلص ان شاء الله قبل ما نخش في جزء ثالث في المحاضرات، يعني يبقوا جزئين حتى النهارده، يبقى حتى نفسيا كده الناس متقبله. الامانتادين دايما كنا ايه لما نيجي نلم الموضوع كده في الامانتادين نقول عليه الاتي، ان هو اصلا انتي فايرال دراج اكتشف بالصدفه البحته في علاج الباركنسونيزم. عيان عندهم انفلونزا بالذات تايب اي انفلونزا، يعني تبع الحاجات اللي بالايه، هو بيعالج تايب اي انفلونزا، فلاقوا ان هم لما بياخدوا الامانتادين وهم باركنسونيان بيشنتس اتحسنوا. الناس بره بقى لما بيحصل حاجه زي كده مش بتسكت، بتدور، فلاقوا ان هو بيعمل الاتي، بيزود زي ما قلنا قبل كده الريليز بتاع الدوبامين، وبيقلل النيورونال ابتيك او ري ابتيك، فيزود الدوبامين عند السينابس فيشتغل بقى على البوست سينابتيك ريسبتورز اللي انت عايزها. طيب طلع ان هو انتي باركنسونيان، صدفه البحث اللي قلنا عليها دي، وادي الميكانيزم. بيعمل بقى اعراض جانبيه طبعا شبيهه بالحاجات الباقيه، بس هي الحاجات المشهوره قوي بحرف الايه، بيعمل انوركسيا، الحاجات اللي تسد الشهيه، عايز تقول بقى جنبها نوزيا وفوميتنج ومش عارف ايه والكلام الجي اي تي اللي انت عارفه ده صح. وبيعمل نوع من البريفرال اديما، بدل ما نسميها بريفرال اديما هنسميها انكل اديما، خلاص تفسيرها ايه بقى الله اعلم، هل هي حاجه برضه انفلاماتوري، ولا حاجه ليها علاقه بكابيلاري بيرميابيليتي، ولا ببلاد بريشر، ولا بكاردياك، مش مهم خالص، بيعمل انكل اديما. وبيعمل حاجه سايكوتيك، متوقع ان يعمل سايكوزس مش كده، عمال يعلي دوبامين، بس بيعمل ساعات حاجه اسمها اكيوت سايكوزس. اكيوت سايكوزس يعني تلاقي العيان دخل في حاجه يسموها سايكوتيك ابيسود او فيرست سايكوتيك ابيسود، يعني مش بالتدريج كده بقى شويه هلوسه بشويه بشويه كده، او شويه ديليوجنز، لا
طخ كده على طول على ايه، على كل الاعراض بشكل عنيف بتاعت السايكوزس. فده يعني اختصار، معرفش بقى ينفع ولا لا، في الكلمتين بتوع الامانتا دي. طيب اللي موجود عندنا في الكتاب ان شاء الله مش هنزود فيه حاجه، مكتوب ان هو انتي فايرال ايجنت ان بروفيلاكسيس اوف انفلونزا ايه، acts mainly by increasing the release وانهيبيشن اوف ابتيك اوف دوبامين. يعني انا جنبها كده حاجه يعني رزاله مني كده، بيقال ان هو انتي ماسكارينك شويه، فدي حاجه برضو ظريفه في الباركنسونيزم، ليه علاقه شويه بالانهيبيتور افكت على الجلوتاميت ريسبتورز او النمدا ريسبتورز. مش مشكله بقى، خلينا على قد الايه الكتاب. less efficacious than سينيمت، اقل طبعا كفاءه، وبيقول ان هو حتى الريسبونس بتاعه بيقل بسرعه، يعني بيحصل معاه تولرانس في وقت بسيط، يعني اقل كفاءه من السينيمت. السينيمت كلنا فاكرين الكاربي دوبا مع الالي دوبا في نفس الكومباينيشن في نفس القرص، its effect wears off within few weeks، يعني خلاص تلاقي بعد شويه كده ما عادش بيشتغل. السايد افكتس هو كاتب بقى سي ان اس ديستربنس اب تو اكيوت توكسيك سايكوزس اللي هي دي، على كارديوفاسكولار الحاجات بقى المتوقعه، هايبوتنشن، كونجستيف هارت فيلير، هو مفسر هنا بقى الانكل اديما بانها مشكله على القلب بيعمل كونجستيف هارت فيلير او سي اتش اف ده، وبريفرال اديما او اللي احنا سميناها انكل اديما، وجي اي تي ديستربنس اللي احنا قلنا عليها مثلا الانوركسيا، وحط بقى نوزيا فوميتنج والكلام ده. الدواء اللي بعد كده برضو دواء جديد اكتبوه بقى، يعني احنا خدنا النهارده اظن السافينامايد كان دواء جديد قلناه، الاوبي كابون قلناه، ده واحد من الجداد، واحد من الادويه الجديده في المنهج بتاعنا يعني. اسمه استرادي فيلين شبه كده بقى ايه، ثيوفيلين، امينوفيلين، بنتوكسي فيلين، عيلة الفيلين دي خلاص. الاسترادي فيلين ده بس عشان نبقى متخيلين يعني الموضوع ان شاء الله بسيط، يعني هو بيشتغل على ريسبتورز خاصة بنوع من الاوتاكويدز اسمه أدينوزين. الأدينوزين ده من الحاجات المظلومة جدا في منهج الفارما بتاعتنا، هو واحد من الاوتاكويدز المشهورة يعني في الجسم، وله وظائف كتيره جدا في السي ان اس وبره السي ان اس وبرونكيال ازمه ومش عارف ايه. المهم الادينوزين ده ليه سبيسيفيك ريسبتورز يسموها الادينوزين ريسبتورز، يسموها حتى اختصارا كده حرف الاي يعني. طيب الادينوزين ريسبتورز من سوء الحظ يعني في منهم انواع، في نوع اسمه واحد ما يهمناش، في نوع اسمه اثنين، والاثنين ده في منه سب تايبس، اللي يهمنا النهارده الاي 2. في ناس بتكتبها كده يعني معظم الكتب بتكتب زي مثلا الماسكارينك واحد، زي الالفا واحد، زي السيروتونين 5HT1A، وفي ناس بتكتبها كده عادي يعني ادينوزين ريسبتور اللي هو تايب اي اللي هو 2A يعني. طيب المهم هذا الادينوزين لما بيشغل معايا بقى كده عشان الحته دي ما تلخبطناش ان شاء الله، لما بيشغل الريسبتور بتاعه ده بيزود الجابه، بيزود الجابة. طب ايه المشكلة؟ الجابة دي لها انهيبيتوري افكت على الدوبامين في السبستانشا نيجرا. شفت اللفة بقى؟ يعني ادينوزين يشغل الريسبتور ده الـ A2A، وده موجود على الجابامينرجيك نيورون، يخلي النيورون ده يشتغل فيطلع جابة، فالجابة بطبيعتها انهيبيتوري، فتبعت اشارة انهيبت الدوبامين اللي طالع من الدوبامينرجيك نيورونز في السبستانشيا نيجرا. طيب الاسترادي فيلين بقى ده هيعمل ايه ان شاء الله؟ تفتكر يعني هيبقى دوره ايه؟ مش انت عايز تزود دوبامين؟ طيب تعالى كده معايا، عايز ازود دوبامين هروح قافل الريسبتور ده خلاص، يبقى الادينوزين مش هيشغل ده، ما دام ده ما اشتغلش الجابه ما اشتغلتش ما طلعتش، ما دام الجابه ما طلعتش الدوبامين ما انهبتتش، ما حصلوش انهبيشن. سهلة. يبقى الاسترادي فيلين عبارة عن انتاجونست على الـ A لو الادينوزين نوعه 2A ريسبتور، لما هقفل الريسبتور ده شغل الادينوزين هيقل، الجابة هيقل، الانهيبيتوري افكت بتاع الجابة هيقل، نفي النفي اثبات للمرة المليون، عملت انهيبيشن للانهيبيشن فالدوبامين يزيد، مفيش بقى حاجة جاية
تعوقه او جايه تهديه يعني. فهو ده اللي مكتوب ان شاء الله عندنا، نون دوبامينرجيك دراج، ملوش علاقه بقى بالدي 2 مباشره خالص. الاستراديفيلين ده It is a selective adenosine A2A receptor antagonist. بيستخدم as an adjunct treatment to L-DOPA، دواء مساعد مع L-DOPA والكاربي-DOPA طبعا اللي هما مع بعض. برضو عشان احل المشكلة اللي احنا عملين نلف وندور حواليها، اللي هي مشكلة الاوف فينومينا. ان انا باخد الدواء والاعراض موجودة، كأن الدواء مش شغال. معلش انا يعني ايه، اتمنى نكون فهمنا الميكانيزم. هو مش مكتوب ميكانيزم يعني، هو قالك بس انه بيقفل الـ A2A receptors، بس هي دي الفكرة بقى، ان قفله الريسبتور هتقلل الدوبامين بتاع ده الجابا، والجابا لما يقل هو انهبيتور على الدوبامين فيزيد الدوبامين. اخر حاجه بقى ان شاء الله النهارده، احنا برضو للاسف عدينا ماشي مش مشكله، هتلاقي فيه بقى تايب بتاع ده بارت 3 في المحاضره، هتلاقيه 5 دقايق ولا حاجه. معلش انا بعتذر والله عن التقسيمات دي برضو، لكن ده يعني اقصى ما اتوصل اليه العلم المحدود بتاعي في التسجيل والحاجات الفيديوهات. المجموعه بي بقى اللي هي الانتي كولينرجيك دراجز او الانتي ماسكارينيك دراجز، مكتوب عليها طبعا الاسم بتاعها سينثيتك انتي باركنسونيان اتروبين سبستيتيوتس. فاكر بقى كده في الاوتوراميك كان في 5 مجموعات تقريبا من بدائل الاتروبين، كان من ضمنها السينثيتك اتروبين سبستيتيوتس دول في الباركنسونيزم، اللي هم بنز تروبين وبنز هكسول، وللاسف في الاسم العلمي الثاني موجود اسمه تراي هيكس فينيدايل، وده اسمه باي بيريدين. دول بيقفلوا الماسكارينيك طبعا، يعني كلام سهل بقى قوي، بيقفلوا الماسكارينيك في البيزل جانج.